الزعيم 9 ألقاب 9 بطولات بالنسبة لباندر بن محمد. والثانية زيايا مش ممكن، مش معقول زيايا الصيفي في يوم كبير، رقصة الجزائريين. 2-0 في هدف الأروع، 2-0 في هدف اسمه إبداع، في كورة بلغة الإقناع، الأتي على خط اصطياد النصر، يصطاد الهلال بهدفين في أول ربع ساعة. هل انتهت المعركة أم لا؟ 17 دقيقة بجوز أهداف، مش ممكن. دفاع الهلال الأقوى في الدوري ينهار، الدفاع الهلال يتفرج، وضرب النار الاتحادي في الأتاك يتقدم للثاني، الهدف الثاني من عبد الملك الزيايا. إذا حلم آسيا يبتعد رويدر من الأزرق، ولكن ما زال يا مونتي وما زال اللعب يا أوس، مش ممكن على الزيايا. شوف الكورة من نونو، يلعب الأسس، يطلع فوق الجميع، يحط الكورة كأنك فان باستن، كأنك بأهداف الجارد ميلر، من هذه الزوايا، من هذه المكان، من هذه الأماكن. الله يا نونو، الله على الثاني. طلب الكورة زيايا، الديتونت، الارتقاء والأروع، والرأسية مصلحة مليح، يضرب كأنه بسقيه، مش ممكن. البومبر الجزائري يسجل هذا بالثاني، ينادي بن شيخة ويقول له عينك عليا، عينك عليا، موجود وحطني في التشكيلة.